مشاهدين الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من واشنطن. My name is Adam Early. أنا آدم إيرلي ويسرني دوما اللقاء بكم في مع المغرب من واشنطن. لدينا اليوم بعض الأخبار السارة، إذ يبدو أن أسوأ مراحل الفيروس كورونا ربما تكون قد ولت، إذ وصل الوباء ذروته في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عدة أسابيع، وبدأت هذه الدول إعادة افتتاح الاقتصاد بخطوات بطيئة. وفي المغرب وصل الوباء ذروته في 24 من أبريل، وبحلول 20 من يونيو يكون المغرب قد قضى على 99% من الوباء، وبحلول 20 من يوليو يكون قد قضى تماما على الفيروس حسب دراسة حديثة أجرتها جامعة سنغافورة. ويرجع هذا للإجراءات الصارمة والغير مسبوقة التي أمر بها الملك، وحيث منعت السلطات كل أشكال السفر الدولي، وفرضت حظرا على تحركات المواطنين، ودشنت برامج واسعة لإجراء اختبارات الفيروس والعلاج منه. ويرجع أيضا لدعم ووحدة الصف الشعبي خلف السلطات المغربية، وكان هذا الاصطفاف حديث الصحفيين والعلماء، وأطلقوا عليه اسم ذروة التضامن الوطني، وهو تضامن لم ترى له البلاد مثيلا منذ المسيرة الخضراء قبل 45 عاما، حتى إن أشد الأجنحة المعارضة في البلاد ساندت الحكومة كتفا بكتف لمحاربة الوباء، لكن جهود الأشهر الثلاثة الماضية كانت باهظة التكاليف، وكان لها تأثير قوي على الاقتصاد المغربي. وحسب ما قاله وزير الاقتصاد محمد بن شعبون، بلغت التكاليف اليومية لإغلاق البلاد بسبب الفيروس أكثر من 100 مليون دولار. وحسب تقدير وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، يعتبر الاقتصاد المغربي من بين أعلى 4 اقتصادات تأثرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت فيتش على وجه التحديد إلى قطاع السياحة المغربي الذي يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فمنذ اندلاع أزمة الفيروس أغلقت 87% من فنادق المغرب أبوابها. في حلقة اليوم سنناقش خطط المغرب لإعادة فتح الاقتصاد وكيفية حفز قطاع السياحة فيه على وجه الخصوص. ما هي خطط الحكومة لرفع القيود المفروضة بسبب الفيروس؟ وما هي مخاطر الرفع السريع لهذه القيود؟ وكيف يمكن للمغرب أن يستعيد زيارات ملايين السياح التي تعتبر حجر الزاوية للاقتصاد؟ معنا اليوم سيدة قضت معظم عمرها في المغرب وعملت على جلب السياح الأمريكيين للمغرب وعلى معرفة جيدة بالمغاربة من خلال التعامل اليومي معهم. ضيفتنا هي ميرلان دايموند، القنصل الشرفي العام للمغرب في إلينوي، وقد رأست برنامج التوأمة بين مدينتي شيكاغو والدار البيضاء لسنوات عديدة، وهي عضو هيئة التدريس في مدرسة السياسة العامة في جامعة شيكاغو، وأيضا في عضو في مجلس شيكاغو للشؤون الدولية ومركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايز في بوسطن، وهي أيضا ترأس المجلس الأمريكي في جامعة الأخوين في مدينة إفران المغربية. اعتدنا أن نبدأ اللقاء بالمعلق الخاص للبرنامج جيدي جوردون، لكن هذه الحلقة سيكون معنا أيضا معلقة خاصة، وهي السيدة أدال نازاريان التي عقدت الكثير من اللقاءات مع الأمريكيين عن أهمية زيارتهم للمغرب. أدال، ماذا قال لك الأمريكيون الذين التقيت بهم؟ ما هي فكرتهم عن المغرب ومدى رغبتهم في زيارته؟ Hi Adam, thank you so much. It's, you know, all I've been hearing is enthusiasm. أهلا آدم، شكرا جزيلا. كل ما سمعته هو الحماس، فالجميع مريض ومستاء من الحجر الصحي، ولديهم الرغبة للخروج والسفر مرة أخرى، كما لم أسمع سوى الرغبة في السفر إلى الخارج وخصوصا المغرب.
أنت تعلم أن المغرب والولايات المتحدة لديهما علاقات تاريخية قوية، فكما تعلم المغرب كان أول دولة تعترف رسمياً باستقلال الولايات المتحدة، ومن هناك بدأ شريط رحلة هذه العلاقات من نقطة اعتراف المغرب باستقلالنا. كما ترى اليوم هناك رياح شديدة، لكنه يوم صيفي حار، والناس متحمسون للسفر إلى إفريقيا والشرق الأوسط. واتضح لي من كلامهم أن المغرب هي وجهتهم المفضلة. ومن خلال ما سمعته، الأمور الأكثر جذباً للناس في المغرب هي مدنه التاريخية العريقة وقلاعه الجميلة التي يتوفر عليها. فهناك مدن مثل فاس والدار البيضاء، وقصص رومانسية جميلة في هذه المدن الساحرة والمشبعة بالجمال. وطبعاً الطبخ المغربي المعروف أيضاً، والذي معظمنا تذوقه، وهناك أكل طنجة المتنوع. فهنا في واشنطن هناك بعض المطاعم التي يمكن أن يجربها الأمريكيون، ولكن لن يكون الأمر بقدر الطعم الأصلي في المغرب. عودة إليك آدم. شكرا لك أديل على مجهودك في الحديث مع الأمريكيين عن أهمية زيارتهم للمغرب. نرجو لك التوفيق وأن تكون عضوا أساسيا في برنامجنا. الآن إليك يا جدي، ما الذي يمكن أن يتعلمه المغرب من التجربة الأمريكية لتجنب موجة ثانية من وباء الفيروس؟ إنه سؤال هام جدا يا آدم. يمكن للمغرب أن يستفيد من حالة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى رفعت الحجر في الوقت المناسب، وربما بتسرع في بعض الحالات. في الولايات المتحدة هناك 20 ولاية عرفت ارتفاعا في الحالات منذ رفعها للحجر، فمثلا في 3 ولايات جنوبية هي أريزونا، نيو مكسيكو ويوتا، رفعوا الحجر في منتصف ماي، وعند الأسبوع الأول من يونيو عرفوا ارتفاعا في العدوى يقدر ب40% فقط في أسبوع واحد. إذن لو فتحت الأمور مبكراً قد تشهد ارتفاعاً للعدوى، وهناك ولايات تصرفت بطريقة معقولة ودول أخرى فعلت نفس الشيء. نرى انخفاضاً في العدوى في بعض الدول الأوروبية، ودول تبنت التشدد في الحجر مثل ألمانيا اليوم تعرف موجة جديدة من الوباء، ومع رفع الحجر يواجهون العواقب. دول أخرى في أمريكا اللاتينية تعاني مثل المكسيك ممن رفعوا الحجر في منتصف ماي، وها هي اليوم تشهد 1000 وفاة يوميا. البرازيل تعاني، البيرو والهند. إنه التوازن، لو فتحت مبكرا قد تتضرر بالمرض، وإذا تأخرت قد يتأثر اقتصادك. والعديد من الأطباء يرغبون في استمرار الحجر لسنة على الأقل، بينما رجال الأعمال لا يريدون الحجر الصحي ليوم واحد أو لحتى أسبوع. إنه اختيار على القيادة السياسية اتخاذه. You know, in English we have this expression, threading the needle. صدقت يا جدي، وكما يقول مثل في الإنجليزية، المهم أن يكون لديك القدرة على اجتياز الطريق وقت الأزمات، فتحقيق ما تقوله ليس بالأمر الهين، ويجب التعامل مع الموقف بكل حرص. الآن أتحول إلى ضيفتي ميرلين دايموند. مرحبا بك يا ميرلين، وقبل الخوض في تفاصيل النقاش عن فيروس كورونا في المغرب ومحاولات استعادة النشاط السياحي فيه، هل يمكن أن تحدثينا قليلا عن حياتك في المغرب والتعامل معه، وما الذي يميزه عن غيره من البلدان؟ Well, thank you for having me, Ambassador Arali. It's a privilege to be here. شكرا لك سعادة السفير على دعوتي. إنه شرف لي أن أكون معكم. قررت أن أحدد كلامي ضمن علامات شخصيتي كأمريكية ويهودية وكامرأة. وضمن هذه العلامات الثلاث أعبر عن صورة المغرب الاستثنائية والمتميزة والمتنوعة. أولاً كأمريكية، قمت بأول زيارة لي للمغرب مباشرة بعد أحداث 11 من سبتمبر، بعد فتح الأجواء كرئيسة ثانية للجنة الخاصة بتوأمة
مدينة الدار البيضاء وشيكاغو، وهي اللجنة التي تم تأسيسها سنة 1982. وقبل ذلك قمت ببعض البحث عن المغرب، فعرفت أنه أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة، وهو ما لم أكن أعرفه ولم يدرس لنا ولا يعرفه معظم من أتحدث معهم. وقبل يوم من موعد اجتماعاتي قررت أن أقوم بجولة في البلد، فذهبت لضريح الملك محمد الخامس، وعند البوابة كان هناك حارس مسلح. نظر إلي وقال: أهلا، من أي بلد أنت؟ فقلت مع نفسي: يا للهول، فقد قيل لي قبل السفر: أنت مجنونة، أنت أمريكية ويهودية وامرأة، وستسافرين لبلد مسلم. وكما يمكن أن تتذكر، بعد 11 من سبتمبر كان شعور معادي ما بين المسلمين وأمريكا والعكس كذلك. فقلت له: أنا من الولايات المتحدة. فرفع يده عن سلاحه وضعها على صدره وقال لي: مرحبا بك في بلدك الثاني. ومنذ تلك اللحظة أصبح مرحبا بي في بيوت وقلوب المغاربة. إنها قصة رائعة. لقد كانت قصة رائعة، ولو سمحت لي أريد أن أتحدث عن باقي العناصر التي تميز تجربتي الخاصة مع المغرب كأمريكية، والتي قد تثير إعجابك كسفير، وهي أهمية القوى الناعمة. ففي برنامج توأمة المدن كنا نتبادل الزيارات مع كل فئات المجتمع الثقافية والتربوية والاقتصادية، وفي إحدى زياراتنا الثقافية دعونا فرقة جاز من شيكاغو للقيام بجولة في المغرب، وكانت إحدى أغانيهم لفرقة البيتلز تحت عنوان Imagine. ميرن، عفوا على المقاطعة، سأعود إليك لاستكمال هذه الفكرة ولكن بعد فاصل قصير. أرجو أن تبقوا معنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، Welcome back to our show. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في مع المغرب من واشنطن. موضوع حلقة اليوم هو إعادة فتح الاقتصاد المغربي وكيفية استعادة السياحة إليه. وضيفتنا هي سيدة قضت أكثر من 15 عاما تقود فريق عمل لجلب السياحة الأمريكية إلى المغرب، وكانت تتحدث قبل الفاصل عن خبراتها في هذا المضمار وبعض القصص الخاصة المتعلقة بذلك. ميرلن، أرجو أن تكمل الفكرة التي توقفت عندها قبل الفاصل. أكيد، كنت أقول كنا برفقة فرقة جاز، وكانت إحدى الأغاني لمجموعة البيتلز وهي أغنية إماجن، وبشكل مفاجئ وقف جمهور يقدر بحوالي 80,000 نسمة وبدأ يردد كلمات الأغنية ويتابعها بالغناء، وكان ذلك سنة 2003، أي سنتين بعد أحداث 11 من سبتمبر، وفي وقت كانت الصور النمطية أمراً عادي. والغريب أن إمام المدينة، وكانت في منطقة محافظة، تقدم إلى إحدى المسؤولات في اللجنة والتي أشرفت على الجولة الفنية وقال لها: أنا لم أمد يداً قط للسلام على امرأة، واليوم لي الشرف أن أصافحك سيدتي. طبعا هذه القصة تلخص أهمية القوى الناعمة وضرورتها في الدبلوماسية الأمريكية. أعطيت لك مثالين عما عايشته في المغرب كأمريكية، أما ما خبرته كيهودية في المغرب فقد كان أمرا رائعا. أنا أحمل شهادة الماستر في الدراسات اليهودية، وتعلمت على يد كبار الأكاديميين، ولم أكن أعرف دور المغرب في حماية اليهود من المحرقة. ففي أول ليلة جمعة كان القنصل العام الأمريكي من أصول إفريقية، وحين عرف أنني يهودية ودون أن يخبرني حملني في سيارته وذهب بي لتناول عشاء الشابات لدى أسرة مغربية يهودية.
وكان بين الحضور يهود ومسلمين، وهذا الحدث كان كافياً ليقدم لي تفسيراً رائعاً للعلاقة بين المسلمين واليهود، وهو الأمر الذي عاينته في تفاصيل كثيرة، لعل أولها الدستور المغربي في أولى فقراته. وما الذي يعنيه هذا؟ ولو سمحت لي بدقيقة لقراءته. وحدة البلاد تبرز في انصهار الهوية العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. هكذا حدد الدستور المغربي قضية الهوية وبشكل أبجدي حتى لا يكون هناك أي تفضيل. Yeah, interesting. So you have led a number of إذن أنت كنت على رأس عدد من الفعاليات مع المغرب على مدار سنوات طويلة، وإذا نظرنا إلى الأرقام نجد أن المغرب من أكثر الدول استقبالا للزوار في كل أفريقيا، فقبل عامين زار المغرب 10 ملايين سائح، 3% من هؤلاء أي 300,000 سائح كانوا من الولايات المتحدة، وهو عدد كبير من المنظور الأمريكي، وإن لم يكن كذلك إذا نظرنا إليه من حيث نسبته المئوية بالنسبة للعدد الكلي. بحكم خبراتك في جلب السياحة الأمريكية للمغرب، ما رأي الأمريكيين في المغرب كوجهة سياحية؟ Every American knows about Morocco is that it's home to Casablanca. بشكل بسيط، ما يعرفه معظم الأمريكيين عن المغرب هو كونه موطن كازابلانكا، وهناك نوع من الإعجاب بالمغرب ممزوج بالغرابة، ولكن ما توصلت لمعرفته من خلال إدارتي لعدة رحلات للمغرب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أكاديمية أو ثقافية بل وأيضا دينية، فقد نظمت رحلات لمجمعيات يهودية أمريكية إلى المغرب، وهو أن أهم ما يرسخ في ذهن الزائر الأمريكي ويحمله معه لأمريكا ويخدم العلاقات العامة هو انفتاح المغاربة وكرمهم وضيافتهم والتي يتمتع بها من يزور المغرب، وأتمنى أنه وبعد فتح الحدود، وأرجو أن يكون المغرب حذرا في ذلك، وبفضل البنية السياحية المتطورة وأيضا الموقع الجغرافي الممزوج بجمال البلاد الخلاب، أتمنى أن يعود السواح بسرعة إلى المغرب. في الحقيقة هذا ينقلنا إلى السؤال التالي. ففي الآونة الأخيرة اعتبر موقع Travel Daily News للسفر الدولي اعتبر المغرب واحدا من أهم الوجهات السياحية التي سيتوجه إليها السياح بمجرد تخفيف القيود على السفر الدولي. وأشار الموقع على وجه الخصوص، وكما أشرت أنت أيضا، إلى مدينة الدار البيضاء وكذلك إلى مدينة وليلي للآثار الرومانية قرب مكناس والمدرجة على قائمة اليونسكو للآثار وقمم جبال أطلس ومراكش وفاس. أنت الآن في شيكاغو وتحدثت إلى الكثير من الأمريكيين، فما الذي قالوه عن خططهم للسفر خارج البلاد بعد تخفيف القيود؟ Well, you know, the people that I've spoken to, frankly, in the United States, and I've had الأشخاص الذين تحدثت معهم في أمريكا وكانت لي فرصة الكلام من كل الولايات بكل صراحة حذرين تجاه فكرة الذهاب للمطارات والركوب في الطائرات. فلو سمحت لي، لقد كانت
استجابة الولايات المتحدة للوباء غير متوازنة وغير متجانسة. لقد أحسست أنني أشاهد لقطتين على شاشة واحدة مقسمة، حيث أرى كيف أن المغرب استجاب للوباء بسياسة حكيمة قوية وبتضامن وتجانس، بينما في الولايات المتحدة، وطبعاً لنكن عادلين، نحن لدينا نظام فيدرالي حيث تقتسم السلطة بين الإدارة الفيدرالية والمراكز المحلية، لكن في وقت الأزمة كان يفترض أن تتم عملية توحيد القرار والعمل على مركزيته، ولأننا لم نقلل من تجاذبنا للسلطة فقد تعرضنا لأكثر مما كان يفترض من الإصابات، والناس فعلا خائفون. Right. You know, it's interesting because you talked at the beginning about your first trip to Morocco, which was right after September 11th. في بداية اللقاء تحدثت عن أول زيارة لك للمغرب التي كانت بعد أحداث 11 من سبتمبر مباشرة، أي في الوقت الذي كان فيه معظم الأمريكيين يخشون السفر، ولكن لأسباب مختلفة عن مخاوفهم الآن، فقد كانت مخاوفهم محصورة في الإرهاب، الآن يتخوفون من المرض. فما الذي يمكن أن نستفيد منه من تجربتك السابقة لتطبيقه الآن؟ أي كيف يمكن للناس أن يتعاملوا مع الموقف وقت المخاوف؟ أنت تغلبت على هذه المخاوف بقرارك السفر خارج البلاد بعد أحداث 11 من سبتمبر، سافرت إلى المغرب الذي كنت تظنين وقتها أنه كان اختيارا خطأ بحكم أنه دولة عربية مسلمة. فكم من الوقت سيستغرق الأمريكيون للتفكير والتغلب على مخاوفهم كما تغلبت أنت على مخاوفك في السابق؟ Well, I have a two-part answer to that. The first part is that I think. سأجيبك على شقين. الشق الأول أن خوف الأمريكيين على سلامتهم انعكس على طريقة تعامل شركات النقل مع ضمانات الوقاية والسلامة، وأعرف أن بعضها لم يكن مسؤولا بالقدر الكافي، حيث فتحت إحدى الشركات الخطوط وتم تكديس الناس في الطائرات دون احترام التباعد والحجوزات. وعلينا أن نقوم بعمل أفضل كأمريكيين. يجب أن نؤسس لمقاييس موحدة ونحترمها جميعاً. فأنت لو تمعنت في برنامج إعادة فتح البلاد في المغرب تجده عبر برنامج دقيق ومفصل كما في الصغيرة، حيث أوجد المغرب الرفع الفوري والمعتدل والكامل كما حدد المعايير للانتقال من مرحلة لأخرى، وكل ذلك تم بالتنسيق مع الإدارة المركزية. أما الشق الثاني في حث الأمريكيين لزيارة المغرب بكثرة هو أن يتعود المغاربة على التفاخر، على التفاخر بما لديهم من كنوز سياحية، وأنا أقول لهم ذلك طوال الوقت. المغاربة لا يتقنون التفاخر بما لديهم، وأن تواضعهم أمر يثير الاستغراب. يجب أن تتعلموا التفاخر، وأنا مستعدة لإعطاء الدروس في ذلك. يجب أن يقوموا بنشر ما لديهم، ليس فقط نجاحهم في محاصرة الوباء، بل إخبار العالم بما لديكم من سياسات وقائية في المجال السياحي، وهي موجودة ودقيقة، بدءا من تعقيم المرافق السياحية ومرورا بكل ما يلمسه السائح. لديهم نظام متطور وبروتوكول وقائيا متكاملا، ويجب التعريف بذلك. Right. And you know, I was also reading that Royal Air Morocco. وأنا قد قرأت أيضا أن الخطوط الملكية المغربية لديها رحلات لسبع مدن أمريكية، وتأسيسا على كلامك من المهم أن يعرف المسافرون الأمريكيون أن الخطوط الملكية تضمن سلامتهم وأنها تضع صحتهم على رأس أولوياتها. بكل تأكيد، وقد شاهدت فيديو أنتجته الخطوط الملكية المغربية
يتحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب وكيف أن المغرب يثمن السائح الأمريكي، وأعتقد أن المغرب بصدد فعل ذلك. ما الذي يمكن أن تقولينه يا ميرن للمغاربة عن الأمريكيين الذين يعتزمون زيارة بلادهم؟ أقول للأمريكيين عليهم أن يزوروا المغرب بلدهم الثاني، كما أقول أنني لم ألتقي أبداً بشخص زار المغرب ولم يتحول إلى سفير له في بلده الأصلي. وأنت بالتأكيد واحدة من أفضل هؤلاء السفراء. شكرا لك لانضمامك معنا يا ميرلن، وأراك قريبا إن شاء الله في الدار البيضاء وفي الرباط وفاس والصويرة وجبال أطلس. شكرا شكرا آدم. مشاهدين الكرام، مشاهدين الكرام، التعافي سيأخذ وقتا طويلا، ولكن مع أناس مثل ميرلن دايموند التي قضت فترة طويلة من خبرتها مع المغرب والتي تعرف مواطن الجمال في هذا البلد، سيكون المستقبل أفضل بكل تأكيد. شكرا لك ميرلن دايموند، وأيضا شكرا لجيدي ولأديل نازريان المعلقين الخاصين للبرنامج، وبالتأكيد شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.